في طريقنا إلى مدينة رفح، حيث قصة شاب سلك مسارات عديدة واستقر وحيداً في غزة. محمد لاجئ فلسطيني سوري يبدأ يومه المر من هذا المطبخ، مكان احتضن آخر القادمين من سوريا وشاهد على رحلة عذاب بدأت من سوريا مروراً بالإمارات والسودان وصولاً إلى غزة. أنا جيت للجمعية طبعاً لا شيء يذكر من يعني من راتب مثلاً شيء مادي، يعني بس مثلاً أكل شرب أي أوكي، بس أنا مثلاً بدي مصروف، أنا مثلاً ممكن بدي أشتري جوال لأطمن على أهلي، أنا ممكن أشتري إلي واعي، أنا مثلاً بدي مثلاً أأسس حالي، أبدأ حياة جديدة، أنسى الشيء اللي راح وأبدأ أأسس ببناء حياة جديدة. إلا أنه أنا هلأ حالياً مثلاً أنه عايش لحالي هون، مثلاً أثناء الدوام هني موجودين معي، لأنه بعد ما يروحوا فبدأ بعاني أنه مثلاً بضل لحالي ما في حدا. بعد سنوات عديدة لتعليمه اللغة العربية في سوريا، اليوم محمد بلا عمل وبلا مأوى، يصارع الوحدة بين جدران إحدى المؤسسات التي وفرت له مسكناً يؤويه مؤقتاً. محمد شخص مثقف متعلم، كان في سوريا موظف مدرس، فبالتالي ليس مكانها هنا. فمحمد من الناس الذين وجب أن يعني نكثف الجهود جميعا أن نجد لهم مكان يليق به، أن نسعى لأن يندمج في المجتمع من خلال توفير مأوى، من خلال توفير إمكانية الزواج وتشكيل أسرة، لعل وعسى أن يكون ذلك أول الطريق للاندماج في هذا المجتمع. وما بين الحاضر والماضي حكايات لعشرات القادمين من سوريا الذين تبدل حالهم إلى الأسوأ في غزة نتيجة تراجع الجهات المسؤولة عن توفير متطلبات حياتهم الأساسية. لعل أمنية محمد وغيره من السوريين إيجاد منزل أو حتى وظيفة تتحول إلى حقيقة دون أن يقف حصار غزة ووضعها عائقا أمام ذلك. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة.